إذن رانا هنا في المسرح الروماني لمدينة قالما. هذا هو المسرح الروماني لمدينة قالما، روعة. والشيء الملفت للانتباه أنه بالتقريب على حاله منذ الفترة الرومانية، حتى ولو ممكن فيها يعني عرف عمليات تاع ترميم ربما، لكن بقى محافظ على الشكل ديالو بكل تفاصيل، يعني بكل تفاصيل، شيء رائع، شيء جميل جدا، والله شيء جميل. وممكن يعني في هذا التنظيم مظاهرات او تظاهرات، نقول مظاهرات، ممكن تنظيم تظاهرات هنا، ممكن بين الامكان بما كان تنظيم تظاهرات ثقافية ولا حفلات سهرات في ثقافية، يعني في هذا المكان. عند الباب صحيح، تهبط مع الدرج هادو؟ لا هذا الحديد هذا. إذن هذه هي قبل الشميسة، إذن هذا هو المسرح الروماني بمدينة قالما. هنا هناك حديقة خلفية رائعة، هذه الجهة الخلفية تاع المسرح الروماني.
هنا عندنا بعض الشواهد التي تعود إلى تلك الفترة، شواهد التي تعود إلى تلك الفترة. هنا عندنا المتحف اللي يجمع يعني الآثار تاع مدينة عقالمة، بعض الآثار